اليوم كان عندنا انتخاب ديال المجلس. بعد ما حطيت الترشيح ديالي نهار السبت، الوقيتة اللي كنخرج كنسيب جوج الاعضاء ديال الحزب اللي انا كنتمي ليه كيختفوا، ما عرفتهمش فين مشاو، شكون يداهم، شكون يحجزهم، ما عطيناش عرفناهم. حنا الحمد لله كان عندنا اغلبيه اللي كتشوفوها اليوم ب 17، ولكن جوج ديالنا سورتو ديالنا ما تنعرفناهم فين مشاو، ديال الحزب الوطني التجمع الوطني الاحرار اللي انا كنتمي ليه. درنا جميع التحريات ما لقيناهمش. اليوم حنا معولين اننا ندخلوا، وحنا عندنا اغلبيه كنشوفوا جوج ديالنا انهم داخلين اسكورتينهم وبواحد انهم بحال معتجزين بحال معتقلين. ان لقينا من لقيت المشكل هكا اننا خرجنا باش ان نتاجل الجلسه الاخرى على ربي هذوك الناس ديال الاخوان ديالنا يرجعوا للصواب ويرجعوا للحزب ديالهم اللي ربما غادي ترتب عليهم بزاف ديال المسائل القانونيه الا بقاو في هذا الطريق. هذا الشيء تيبقى مع السلطات المحليه، مازالت ما علمتناش شنو هو القانون كيقول فيه، مازلنا ما توصلناش. حنا اللي تيهمنا هو ان الناس ديالنا خصهم يرجعوا لبلايصهم، والحمد لله الا رجعوا للبلايص ديالهم من غدا حنا عندنا اغلبيه وعندنا الرئاسه وعندنا مجموعه قويه، ونزيدوا بهاد المدينه للبلاد، ونزيدوا بهاد المسائل الديمقراطيه اللي كنهجوها في عهد سيدنا الله ينصر. شوف اللي فيه الخير لهاد البلاد الله يجيب عليه. كان على يدي انني نزيد بهاد الاقليم، عاصمه الاقليم اللي قدام، راه مده ديال 15 عام ديال التجربه. الله يسهل، كان على يدي هو الخير لهاد البلاد، هو الله يسهل عليه. انا اللي كيهمني هو الامن ديال البلاد والتنميه ديال البلاد. اليوم كنا ننتظر عرس ديمقراطي انه نجمعوا الاعضاء ديال المجلس لاجل انتخاب مكتب جديد، خاصه كتعرفوا ان الرئيس غاب لظروف اللي عارفها الجميع لمده ديال 6 اشهر، وكانت والمدينه في حاجه الى مكتب جديد يتم انتخابه عن طريق ديمقراطيه باش يباشر العمل ديالو وينفذ البرامج ديالو ويشتغل. والساكنة كتنتظر هذا الشيء هذا، ويكون تغيير، كنا ننتظر انه يكون ايضا تغيير، لكن مع الاسف اللي وقع اليوم هو انه المرشح الثاني اللي كان معايا ما حضرش الجلسه، وما حضروش واحد العدد ديال الاعضاء ايضا ما جاوش، وما كانش النصاب القانوني. كنعتبر هذا يعني ما كيساهمش في العمل السياسي وفي الديمقراطيه في البلاد. اما التصريحات المجانيه انا ما نديرهاش. الاعضاء ديال المجلس احرار، اللي بغى يجي يصوت يصوت، اللي بغاش يجي ما يجيش. ما كان نديرش انا احكام مسبقه على الاشخاص، ولكن اللي ما تفهم ليش هو ان اعضاء من المجلس جاوا للقاعه، وبعد وصلنا للقاعه كانوا جالسين في القاعة يعني جايين باش يحضروا، ولكن من بعد واحد يعني بعد ما دخلنا القاعة جمعهم شي حد في سيارات وداهم، كان عرفناهم فين مشاو، صراحة ما عرفناش فين مشاو. دخلوا القاعة شفناه في القاعة، كلشي شافهم كانوا جالسين، مشاو اختفوا، ما عرفش انا فين اختفوا. اذا يمكن الجواب يمكن يجي مستقبلا على هذه النقطة هذه. يعني كانت غتنعقد الدورة بشكل عادي؟ كانت عادية، أنا شفت على الأقل تقريبا واحد 7 ديال الأعضاء ديال الجماعة اللي كانوا حاضرين في الوقت اللي وصلنا واختفوا من بعد، ما فهمتش علاش. هذا هو المشكل. إوا طبقا يعني القانون، السلطات طبقات القانون كيقول بأنه لما كانش النصاب كانت 17 واحد حاضرة، حنا 34 عضو، ما كانش النصاب كتأجل لواحد 3 أيام ولا 5 أيام في أكبر تقدير الجلسة مقبلة. كنتمنى من أن الأعضاء يحضروا باش يتم انتخاب مجلس جديد، هذا هو الأساس. يمكن لكم تتصلوا تشوفوا الأعضاء وتسولوهم، أنا ما نعطيش تصريحات على شي حاجة اللي ما لا تخصني. بالنسبة اليوم حضرنا الدورة عادي كباقي الدورات، دخلنا سجلنا الحضور ديالنا، وكان كنا العدد كان غير كافي، لهذا تأجلت الدورة لوقت ثاني.
بحال لا بالعكس حنايا كنجولوا في قبنص تصوتوا لا 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 بالعكس بالعكس حنايا كنجولوا في قبنص صالح عادي وكنتزاولوا المهام ديالنا يعني عايشين حياه عاديه كيف باقي الايام عادي جدا.